السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل باشمهندسين؟ هنرسم مع بعض الرسمة دي واحدة واحدة، هنطلع التلات مساقط. الأول نفهم الرسمة بتاعتنا وبعد كده نقسم، نقسم اللوحة بتاعتنا ونرسم مع بعض. أنت عندك وإحنا باصين من هنا اتفقنا إن ده اسمه الريفيجن، زي ما شرحنا ده اسمه الريفيجن في الأساسيات. هيبان عندك زي مستطيل من هنا أهو، والميل ده هيبان كمستطيل من هنا، وعندك قصاده من الجهة التانية هنا ده خط تقسيمها بالنص، وميل تاني زي ده هنا موجود هنا كده هيبان برضه زي مستطيل، وعندك هنا مستطيلة. عندك الخط ده انا شايفه مايل لفوق عشان انا شايفه بزاويه 30 او بعين طائر من فوق. طيب لكن انا بصيت من السايد فيو هيبان عندي حته مستطيل صغير. نفس الكلام الجاي التاني هيبان عندي حته ايه، مستطيل. هنا نفس الكلام هيبان عندي حته مستطيل بس ناقصه حته اللي هي المثلثيه دي. طب وانت عندك هنا في زاويه من تحت، لو انت خدت بالك منها زاويه هنا هي كمان لحد الاخر اختها هنا هي على نفس المستوى من هنا. طب الزاويه ديت انا عارف ان هي موجوده هنا، لكن الجزئيه دي كلها مغطيه على ما انا شايفها بعيني، انا شفتها بس عشان كنت ايه الايزومتريك مميز بزاويه 30 وباص من ناحيه السايد فيو. فالخط ده هيترسم في المنطقه دي داش كده لحد الاخر كده. احنا فهمنا كده الى حد ما الريفيجن، هنرسمها بعد واحده واحده ثانيه دلوقتي برضه. بعد كده انت عندك من هنا كده السايد فيو هيبقى عندك زي مستطيل ناقص منه الحته دي مكشوفه منه والحته دي كده معديه لحد الاخر فراغ. طب انت عندك الزاويه دي اهي والزاويه دي كده، الخط ده كده معاك في السايد فيو لكن الجدار ده مغطي عليه، فالزاويه دي انا هرسمها هنا في المنطقه دي كده داش كده داش كده. طيب جميل. بعد كده انت عندك هنا الجدار ده ما هو معاك في السايد فيو من هنا وانت باصص لكن الحته دي مغطيه عليه، فهاجي ارسم الشوط في الخط اللي تحت ده ارسمه هنا كده ايه داش كده. طيب نازل كده، والخط ده برضه نفس الكلام نازل لتحت هيترسم هنا كده. طيب جميل كده احنا نعتبر خلصنا الايه السايد فيو، ناقصك بس الخط ده اهو اللي نازل لحد الاخر، الزاويه دي كده نازله لحد الاخر هشوفها من هنا من السايد فيو خط كده مع الحته اللي داخله جوه دي كده خلاص. وطبعا الروف كيو احنا باصين من فوق هو عباره عن المستطيل ده، وده برضه هيبان عندك مستطيل، والحته دي كده هتبان اربع مستطيلات جنب بعض، وانفراغ الزاويه دي والزاويه دي هتبان عندك داش لحد الاخر. هنرسمها مع بعض واحده واحده. يبقى تعالى نقسم الراحه بتاعتنا كده. انت عندك ايه؟ اتفقنا احنا عندنا ثلاث ايه؟ مساقط. تمام؟ اول حاجه الريفيجن قال لك من اول لاخره 62، ايه دنج 62. بعد كده جه قال لك اذا هيكون عرض البيان 62 برضه. طيب السايد فيو عرضه كام؟ قال لك 50. طيب جميل، ارتفاع بقى الريفيجن كام؟ من بدايه للنهايه 24، 42. اذا هيكون هنا 42. طيب جميل، تعالى بقى ايه؟ نبتدي نقسم وحدنا، هقسم بالطريقه الثانيه اللي انا شرحتها في فيديو ازاي تقسم وحدك، ارجع بها اسرع. هنبدا دلوقتي نرسم في الريفيجن. عندك هنا الريفيجن جه اول حاجه نشوف هنا مستطيل وهنا مستطيل، وهنا برضو بتاعت حته الميل ده هيبان مستطيل وانا بص من الريفيجن من هنا، وفي ميل اخوه من هنا كده لان الحته دي في السنتر كده. فكون ده على ارتفاع كام؟ كون المستطيلات ده على ارتفاع كام؟ على ارتفاع كام؟ 16. يبقى انا هاجي من هنا اطلع 16، المنظر ده كده ادي 16. بعد كده هبدا اقسم المستطيل الكبير ده الى مستطيلات صغيره. اول مستطيل هيبقى عرضه كام؟ 22 من على الشمال، ونفس المستطيل الثاني 22 من على اليمين. يبقى انا هاجي من هنا 22 ومن هنا 22، ادي 22 وادي 22، وتروح جاي ايه موصلهم ببعض. افرغ المستطيل بتاعك. بعد كده انت عندك الحته اللي في النص زي ما انا قلت لك فاصلها في النص خط كده. تمام؟ طب الخط اللي في النص اللي فاصلها ده في نص كام؟ في نص ال 18. يبقى انا هاجي في نص دي كلها على بعضها 18، يبقى نصها 9 هنا كده. تمام. بعد كده عندك في على اليمين شفت الزاويه اللي طالعه او الميل اللي طالع ده كونجاته هيبان عندك من هنا من ناحيه الريفيجن ايه؟ مستطيل. طيب الارتفاع بتاعه كام؟ هيبقى لحد داخل الجسم هنا كده، لحد داخل سنه في الجسم. طب العرض كام؟ 9، ومن على الشمال 9. يبقى 9 يمين و9 شمال، ادي 9 وادي 9، تروح ايه؟ لحد داخل الجسم من هنا، نفس الكلام من هنا كده لحد داخل ايه؟ الجسم. طيب جميل جدا. بعد كده انت عندك جه هنا ايه؟ قام جاي قايل لك ماشي من هنا شويه وماشي من هنا شويه، طب كام؟ قال لك المسافه دي كلها 62 عرض. 62 وانت عندك في النص
ماشي 62 عندك في النص 30، يبقى انت عندك ان بقى 32. 32 يعني دي 16 ودي 16، يبقى انا اخش اهو كده بقى هنا 16، اخش منها 16 ومشي منها 16 لحد هنا كده. طب انا جاي ماشي 16 من 16 شمال، وده 16. طيب جيم السنتر نازل لك مثلث كده، مثلث هنا كده، يبقى المفروض في السنتر هنا، يبقى انا هشوف سنتر ال 62 سنتر 31، يبقى انا اجي هنا كده سنتر 1 2 3 ال 31 اهوت، واعمل ايه سنتر لاين، اكون افضل اعمل سنتر لاين ومديه تحت. تمام، بعد كده هتنزل على ارتفاع، على ارتفاع 15 تاخد نقطه هنا تبدا منها المسدس، يبقى انا اجي هنا كده على ارتفاع 15 واعمل نقطه، النقطه دي هنعمل منها ايه سن وش المسدس. جاي ماسح الزيادات دي، تمام. بعد كده اقفل من تحت، اقفل الجسم بتاعي كامل كده، تمام. بعد كده هتبص تلاقي عندك ايه، احنا كده خلصنا جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا، ودي كده خلصت اترسمت معانا. عندك من تحت كده ايه الحته الفراغ اللي تحت اللي هو داخل من هنا كده، تعالى ارتفاع كام، ارتفاع كام 6، يبقى انا اجي ارتفاع 6 خد نقطه واعمل ايه الفراغ بتاعي ده كده زي ما انت شايف كده، تمام. جميل جدا كده انا عملته كل حاجه كده خلصانه. نبدا بقى نرسم في السايد فيو. السايد فيو عندك اول حاجه في السايد فيو كده طلع ارتفاع 16 من هنا وطلع ارتفاع الجسم كله من هنا، بعد كده ماشي كده شويه ووصلهم بعض عشان نعمل الشكل ده كده. طيب يبقى انا هطلع منها 16، ال 16 دي كده ادي 16، ومن هنا طلع لحد داخل الجسم، لحد داخل الجسم. بعد كده دخل من هنا 20، نخش من هنا 20، بعد كده وصلهم ببعض عشان يعمل الزاويه دي، ادي الزاويه عادي جدا. امسح الزاويه دي ملهاش اي لازمه، جميل جدا. بعد كده انا جيت قلت لك شفت الخط اللي انت نازل بيه هنا ده كده، ده نازل على ارتفاع 15، يبقى المفروض هيمتد هنا بخط داش ايه على بعد 15، خلاص. يبقى انا اجي شفت الخط ده كده، طيب على بعد 15 من هنا، بس هل هيكمل الداش لحد الاخر؟ لا، وهيجي لحد هنا، لان انت شفت السيف ده، ده المستطيل ده المفروض اقسمه، هيترسم هنا في النص ده، الخط ده كده هينزل من هنا كده داش، بعد كده لحد ما انزل 15 دولت، بعد كده ارجع تاني بخط ايه داش كده. طيب جميل، يبقى انا هاجي اعمل ايه؟ هاجي هنا كده انزل قد ايه؟ 15 من هنا كده بخط مستقيم كده 15، وارجع اروح لحد الاخر تاني كده، وده هو السنه دي كده، ونزلنا الخط ده كده خلاص. يبقى احنا نزلنا الخط ده هو الداش ده، بعد كده نزلنا دخلنا جوه الخط ده كده، كده احنا خلصنا الحته دي كده. تعالى بقى نبص هنا، انت عندك هنا في حته هنا قال لك جه من هنا داخل، شفت الخط ده مثلث ده كده، مثلث اهو قائم من هنا كده، تمام. 45 و45 من هنا، المثلث ده قال لك جه على ارتفاع 16 داخل جوه خط حد هنا كده، تمام. طب لحد هنا كام؟ هو جه قال لك ان المسافه دي 20، 20 طلعتها من 50 يديك 30، يبقى دخلت كده 30 وطلعت لحد في اخر الجسم، يبقى انا هاجي من هنا اخش 30 كده واطلع لحد اخر الجسم. طيب اروح انا جاي داخل 30، ادي ال 30 بتوعك، طلعت لحد داخل الجسم كده. انا عملت المثلث بتاعي، عملت المثلث بتاعك بزاويه قائمه، تمام جدا. بعد كده انت عندك هنا خلصنا المثلث ده، خلصنا الحته دي، تعالى هنا بقى انت عندك هو جه دخل من هنا كام؟ دخل 9، يبقى دخلت جوه هنا كده كام؟ 9، وانزل بخط، يبقى انا اخش 9 كده وانزل بخط تحت داش من هنا كده خلاص. بس الخط ده هيطلع فوق حد الزاويه دي؟ لا غلط، انت عندك في خط تاني اهو، فالخط ده هيخش كام؟ هيخش من جوه 9، وبعد كده انزل لحد خارج الجسم بخط هنا تحت كده خلاص. يبقى انا هاجي من المنطقه دي كده
خش 9 لحد هنا كده وانزل بخط داش لحد اسفل. طيب جميل جدا كده احنا خلصنا الحته دي. تعود نفسك وانت بترسم زي كده تاخدها حته حته منطقه منطقه عشان النظر يبقى فيها قوه وتقدر ما تنساش حاجه. طيب بعد كده انت عندك هنا في الفراغ هنا زي ما يقول انا هحفر في الجسم حته كده مربعه ومشيها لحد الاخر هوا كده تمام. طب الهوا ده كام؟ قالك من السنتر بالظبط هتسيب 16 من يمين و16 من الشمال وتطلع بخط كام مقداره 9 تمام او 6. يبقى انا اجي اسيب 16 و16 ادي 16 ادي 16 واروح جاي طالع 6 6 واروح جاي ايه مقفلها نفس الارتفاع هنا بتاع خط الداش ده كده عشان على نفس النقطه كده. احنا خلصنا السايد فيو. تعالى بقى نبتدي نرسم في البلان من فوق. البلان من فوق هنبتدي اول حته بالمستطيل ده والمستطيل ده نفس الكلام ده مستطيل كبير ومتقسم لمستطيلات صغيره. طب العرض بتاعه كام؟ 20. يبقى انا اجي على العرض 20 واحكي عن المستطيل. اوكي بعد كده هتقسمه لمستطيلات صغيره ادي واحد 16 وادي تاني 16 ادي 16 و16 تمام. والله تعالى نبدا بقى نزود تركيه حلوه بقى عشان بعد كده نخش في الرسومات الصعبه والتأشيرة تبان طبقات. مش هو قال لك 16 وهنا 16؟ طيب من فوق انا لما جيت رسمت الحته دي كده كده عند السن ده وهو ال 16 دي هو السن ده كده. طيب ما اذا نفس النقطه بتاعت الخط اللي انا عايزه اللي هو ال 16 ده فانا اقوم جاي واخدها من فوق يعني اقوم جاي واخدها من فوق كده هنا اهو ادي ال 16 ادي ال 16 خلاص. طيب جميل بعد كده عندك في النص في خط طيب لحد الاخر تمام. قاسم المستطيل في النص ده اسمه نصين اللي هو خط الزاويه دي كده هو الحته الخط اللي انا عايز اعمله اللي هو سن المثلث هنا اقوم جاي واخده من فوق. طيب جميل بعد كده عندك هنا في فوق مستطيل ماسك من اول من حته مستطيل نص المستطيل 16 لحد اخر الجسم يبقى اللي هو كام؟ اللي هو كان 9 اللي هو ده كده اقوم جاي واخده هنا منزله من اول نص ال 16 لحد الاخر نفس الكلام من هنا خلاص. بعد كده جه هنا من داخل الشوايه دولت وهم 22 من هنا و22 من هنا وعامل المثلث. طيب انا عايز من السنتر المثلث ده الجزء ده على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 9. يبقى انا اجي من النص كده على ارتفاع 9 بره اخد نقطه واروح جاي داخل ال 22 بتوعك خش ال 22 من هنا وتروح كده. احنا كده عملنا سن المثلث بتاعك كده خلصنا دي خلصنا دي خلصنا دي خلصنا دي خلصنا دي ناقص عندك الحته اللي تحت دي تمام. لازم نظرك يكون حته واحده واحده بسرعه كده. طيب دي قال لك كام؟ دي قال لك العرض بتاعها هو 16 من هنا و16 من هنا والعرض بتاعها المسافه دي وارتفاع مالناش دعوه. طب احنا عايزين نرسم شفت الزاويه النهائيه دي خط داش كده والزاويه النهائيه دي خط داش كده لحد ده يا باشا مصر حتى هنا بزاويه 45 تقوم جاي واخدها كده من هنا اهي سنه من هنا سنه من هنا تروح جاي ناقلها بالمنظر ده كده خلاص 16 وعندك 16 اوكي واخدها كده كده. احنا خلصنا الرسمه دي اتمنى اكون قدرت افيدكم. احنا هنرسم الايزومتري دلوقتي بس هحسبه في فيديو تاني تمام هسيبه لك فوق اللينك حالا. لو انت عندك اي رسمه عايز نرسمها ابعتها لي وانا هضيفها على البلاي ليست مكانها. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش تعمل كومنت وجاي جميل منك.